وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة على الصحيح في سفر في محرم أو سفر من السنة السابعة. سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بني النضير نزل بعض زعمائهم في خيبر وشرعوا يؤلبون على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا مع بعض العرب على غزو المدينة، فكانت غزوة الخندق التي كفى الله شرها. ثم بعد أن صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية تفرغ ليهود خيبر فقصدهم في محرم أو سفر من السنة السابعة. وفي طريقهم إلى خيبر كان عامر بن الأكوع رضي الله عنه يرتجز ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: غفر الله له. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو متعتنا به يا رسول الله. وذلك أنه جرت العادة أن من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة قبيل غزوة ذلك أمارة على أنه يستشهد فيها. ولما وردوا خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند دخول كل قرية. ثم صلوا الصبح وأتوا سهول خيبر، ففوجئ اليهود وقد خرجوا إلى مزارعهم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحوا: محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس الجيش يسمى خميسا لأنه مؤلف من خمسة أقسام: الرأس والقلب والجناحان والساق. فقالوا: محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خيبر حصنا حصنا حتى فتح سائر حصونها، فكان من أول الحصون التي فتحت حصن ناعم، ثم حصن الشق، ثم فتحت سائر الحصون، إلى أن بقي من تلك الحصون حصن السلالم وحصن الوطيح، وهما آخر حصون خيبر فتحا، وكان من أمنع الحصون. فحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الحصون، واشتد الحصار بضع عشرة ليلة. وفي يوم من أيام الحصار خرج رجل يهودي يقال له مرحب اليهودي، خرج يرتجز ويدعو للمبارزة ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تحرب، إن حماي للحما لا يقرب، يحجم عن صولتي المجرب، هل من مبارز؟ فأجابه كعب بن مالك رضي الله عنه بقوله: قد علمت خيبر أني كعب، وأنني متى تشب الحرب جار، وأنني متى تشب الحرب ماض على الهول جريء صلب، معي حسام كالعقيق عضب، بكف ماض ليس فيه عتب، ندككم حتى يذل الصعب. خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرتجز ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب فقتله، وطال الحصار على أهل خيبر. ولما اشتد عليهم الحصار وعلموا أن لا ملجأ لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه أن يسلموا له خيبر، وأن لا يقتلهم، وأن يجليهم عن خيبر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا على ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم بخيبر وأن يقتسموا معه يعني محصولها، لأنهم أعلموا بعمارتها ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل ذلك على أنه متى ما شاء أخرجهم منها، فقبلوا.